دكتور محمد، يعني عشان نضبط بعض المصطلحات، الفارق ما بين الهبة والميراث والوصية والتركة. نعم، حقيقة سؤال جميل جدا. هو احنا عندنا التركة هو ما يتركه المتوفى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، أما الوصية طبعا وتقسم التركة بما شرعه الله وقسمه في كتابه وهو منصوص عليه في كتب التركات والمواريث. هذه هي التركة أو ما يسمى الميراث. الأمر الثاني الهبة، هو ما يتصرف به الحي حال حياته، يعني طول ما أنا حي لي الحق في التصرف في كل مالي أو بعضه على النحو الذي أراه، وليس لأحد مطلقا أن يعترض على تصرفي هذا إلا إذا كان تصرفا يستدعي الحجر والعياذ بالله. يعني واحد ليس عاقلا كما يسمي الفقهاء بالسفيه، يعني الذي لا يستطيع أن يتصرف تصرفا حكيما في ماله، في الحالة دي نقول له لا والله أنت ما تستطعش أنك تتصرف في هذا المال، أو يتصرف في غير ماله تصرف الفضولي، الرجل الذي يأتي على مال الدكتور محمد ويأخذه ويخرجه، نقول له أنت مالك ومال هذا المال؟ ليس مالك. ففي الحالة دي نقول له لا أنت ما تتصرفش في المال ده. فالتصرف حال الحياة ده يسمى هبة. الإنسان إذا كان عاقلا وبالغا وراشدا وعالما بالتصرف ومالكا للمال فله أن يتصرف فيه كيفما شاء. لذلك الناس بتخلط كتير جدا بين الميراث وبين الهبة. ربما يأتي أب ويكتب لأحد أبنائه بعض ماله، الابن الكبير مثلا تعب معاه، كان أو مثلا الابن الكبير كان في حاجة عنده ظرف معين مثلاً، عنده أعباء مالية زيادة، أو ممكن يكون صاحب مرض ممكن يكون صاحب إعاقة، ممكن يكون عنده علة، أو مثلا الابن الكبير ده ما تعلمش وهو علم بقية الأبناء، ما عندوش مصدر دخل. أو البنت نفس الحكاية، البنت اللي عاوزها تجهز نفسها وهي لسه ما اتجوزتش، فيكتب لها حال حياته جزء تقدر تجهز بيه نفسها. فيأتي بعض الأبناء ويعترض على تصرف الأب ويقول كيف يتصرف في مالي ده، ما ينفعش يوصي للورثة. فهو عنده خلط هنا بين مسألة الميراث والهبة، بين مسألة الهبة وبين مسألة الوصية. هو راجل حر في فلوسه، يعني هو شايف أن حد يستحق أكتر في الآخر. نعم.